عملية علاء عجلان لتأخير سرعة القذف، أحدث تقنية في العالم لعلاج سرعة القذف. يعني تعتبر أكثر العمليات أمانا في جراحات سرعة القذف في العالم من الناحية الطبية، لأن يعني بقول لك ساتسفاكشن ريت أو نسبة رضا المرضى 99.6 من 10. وطبعا على آلاف المرضى اللي اتعملوا دي طبعا نسبة بفضل الله عز وجل رائعة. العملية ميزتها إنها بسيطة، 10 دقايق وبتخرج من المستشفى بعد 4 ساعات. وممارسة الحالة يومية في نفس اليوم، يعني الاستحمام، قيادة السيارات، العمل الخفيف في نفس اليوم، والعلاقة الزوجية بعد أسبوعين. العملية ببساطة جزئين، إيه؟ بنقص حتة الجلد الصغيرة مكان الطهارة أسفل القضيب، وبنقص إحدى العضلات الصغيرة أسفل القضيب، يعني أدي واحد أدي اثنين. مدة العملية 10 دقايق، ما بتأثرش على الإنجاب ولا الانتصاب ولا الإحساس، وأهم شيء إنها نتيجتها دائمة، يعني ما بيحصلش انتكاسة بعد فترة والوقت يختفي او العمليه ترجع الى سابق عادها، يعني مش مؤقته، لان مشكله عمليات سرعه القذف اللي كانت موجوده في العالم قبل كده ان هي نتيجتها مؤقته، بتبقى في حدود سنه ولا حاجه. حتى الطرق الغير جراحيه زي حقن الفار والكلام ده برضه بتبقى يعني اقل من سنه كمان. ولكن عمليه علاء عجلان هي اول عمليه تدي حل جذري ونهائي لسرعه القذف في العالم.